راح فيكم اعزائي المشاهدين من قناه كويت سبورت ببرنامج بادي فيت، البرنامج اللي يختص بلعبه كمال الاجسام والتغذيه. نكمل حلقاتنا مع المحترف نواف الانصاري، تمارين عضله الصدر. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافيه. الله يعافيك. طبعا احنا خذينا بعض التمارين حق عضله الصدر اللي ابتدينا فيها من العالي الواسع للعالي الضيق للمستوي. اليوم شنو راح يكون واي زاويه راح نستهدف من الصدر؟ التمرين يعتبر التمرين الرابع. حلو. اللي هو الديكلاين. الديكلاين بمفهومه هو الصدر السفلي، يعني عندك اسفل الصدر في عندك عضله الصدر تتكون من 5 اجزاء. عندك العالي فيها، العالي فيها عضلتين واسع ضيق، عندك المستوي فيها واسع فيها ضيق، بس انت تقدر تستخدم عضله الواسع المستوي بتمرين واحد تشغل عضلتين، اللي هو اذا كان الجهاز احنا مثل ما لعبنا الجهاز الثالث كان يعني يتميز من الواسع لين ان التسكيره تصير ضيقه، فاحنا استخدمنا العضلتين. الحين عندنا العضله اللي هي السفليه تبع بهالجهاز، وطريقه تكنيكها طبعا الجهاز هذا لازم الكرسي يكون على رقم 2. بالنسبه حق اي شخص يكون على 2 ولا اي 2 عشان يكون الكرسي مرتفع تشغل العضله اللي هي السفليه. السفلي اي. والكوع طبعا الكوع لازم انه شلون ما قلنا ما يكون بالسفلي، يكون تحت. ليش؟ اذا كان الضغط تحت راح يشتغل عندك عضله الصدر السفليه، ولازم تقوس ظهرك، الظهر لازم يكون مقوس ما يكون متسند، ما تتسند كذي تلعب، لا ما راح تشغل الزاويه المطلوبه. لازم اي لازم تكون مقوس ظهرك من تحت. حلو. يعني تحط بس ظهرك من فوق على الكرسي ترفع فيها صدرك تدفع واحد، ونلاحظ ان الكوع ملموم لداخل. الكوع ملموم ايوه شوف، وظهرك هنا لازم يكون مقوس. أيوة. من داخل. زين ممكن القبضه هذه تصير ضيجه؟ هي نفسها نفسها، بس ان العب اي الطريقه هذه نفسها تقدر تلعب ضيج على حسب انت بالتمرين او الزاويه. أيوة. اللي بتشغل هذا تكنيك بعد الحين احنا هذا اول تمرين صدر. حلو. الحلقات الجايه راح نتكلم فيها على نقاط الضعف. اذا الواسع والضيق هذه تعتبر نقاط ضعف، اقدر انا العب بالجهاز هذا كذي، هذا بعد فتره اقدر. شنو فائده التمرين؟ نتكلم فيها بالحلقات الجايه. حلو. إيه؟ لكن احنا كشكل كتوك راد نادي. حلو. اول جدول نلعب الاساسيات. الاساسيات. اي مو شرط انك تفصل وتلعب زوايا. ايوه. تشغل الزاويه او بشكل كامل العضله بشكل كامل عشان تاخذ اعلى استفاده. ايوه. تلعب الاساسيات اللي هي مثلا احنا بلشنا عالي مستوي لعبنا، وبعدين عندنا ورا الجهاز هذا عندنا التجميع. التجميع نقدر نلعبه بالكيبل، نقدر نلعبه بالجهاز. الجهاز هو في ناس تلعبه تستخدمه حق العالي انه تجميع عالي، بس انا راح استخدمه بالتجميع ان انا بحرك عضلتي بس ان اول اسبوع. بعدها ان شاء الله بالحلقات الجايه راح نتكلم بالتكنيك بالعضله بنقاط الضعف اللاعب، ان عنده مثلا تلاقي صدره زين بس محتاج انه يكون له مضيج لايده. اي نلعب الجهاز هذا بطريقه التكنيك مثل القلب اللي انا قلتها. حلو. وهذه بالايام الجايه ان شاء الله. طبعا التجميع انت راح تخليه اخر التمارين. اخر تمرين بعد هذا هو الخامس، هو العضله الكبيره تحتاج 5 تمارين. حلو. شنو العضلات الكبيره باي الانسان؟ عندك الصدر، البيطان اللي هي الظهر، عندك الريول. الريول لان عضله كبيره فيها وايد اجزاء. يعني تبدأ تلعب لها 4 تمارين امامي 2 خلفي، هذه كم؟ 6. هذه 6 تمارين غير بطاط ريلك غير الساق. 7 8. 8 اي هذه عضله كبيره. اي عندك الريل، الصدر، البيطان. البيطان تقدر تعطيه 6 تمارين. الصدر لي قدام تقدر تعطيه 6 تمارين كثيره، 6 تمارين. الريول تقدر تعطيها 8 تمارين. تقدر تعطيها 7، تقدر تعطيها 5. كل عضلة على حجمها، على حجمها تعطيها التمارين. تعطيها التمارين. ايه. يعني لو كم جزء فيها. حلو. شنو العضلات الصغيرة؟ خلينا نوضحها للمشاهدين. الصغيرة عندك الباي والتراي والسواعد والكتف. الكتف عضلة كبيرة، هي ما ينقال عنها صغيرة، هي عضلة بس مفصلة. يعني عندك الخلفي الامامي. ايه. الامامي مربوط مع الصدر، ملموم مع الصدر، ف يعني ما تقدر تقارن. الكتف الجانبي لازم يكون اكبر من الامامي، لانه هو الامامي يشمل فيه مع صدرك مع العالي، فهذه عضله بروح انا ما اقيمها ان عضله كبيره ولا صغيره، لان كل زاويه لها وزن. يعني انت الحين لما تلعب الرفرفه الجانبي تقدر تشيله نفس ما تلعب الدفع. الدفع تعطي فيه اكثر، اقوى. اي الدفع تعطيه اكثر. بس الرفرفه ما تقدر. ليش؟ ليش هذا كتف وهذا كتف؟
بس هذا قاعد تشغل زاويه جانبيه ضعيفه ايوه والامامي غير قويه اي فهذه العضلات كذلك تقدر تغيمها حلو بالنسبه احنا للتمرين هذا مثل ما شرحت وفصلت فيه ان الكوع يكون ملموم وتاخذ زاويه والكرسي يكون على اثنين والظهر يكون مقوس هذه اهم الامور اللي انت تكلمت فيها عشان تصيد التكنيك الصح بجهاز الديكلاين بس بالذات يعني حلو كذي احنا نكون خلصنا التمرين هذا خذينا شرح مفصل فيه راح ننتقل وياك ان شاء الله بحلقه جديده وتمرين جديد حق عضله الصدر وهو ختام عضله الصدر يعطيك العافيه كابتن نواف ومشكور ما قصرت على المعلومات الله يعطيكم العافيه خلوكم معنا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله مشاهدين قناة كويت سبورت أهلا وسهلا فيكم في برنامج بادي فيت وأخوكم أخصائي تغذية حسين السعد راح نتكلم في هذه الحلقة اليوم عن واحد من الفيتامينات المهمة في جسم الإنسان من أهمية هذا الفيتامين يعامل الجسم معاملة الهرمونات ويتم إفرازه وعمله داخل الجسم نفس طريقة عمل وإفراز الهرمونات هذا الفيتامين من أهميته له أدوار متعددة ونشطة وأساسية في جسم الإنسان هذا الفيتامين هو فيتامين دال هذا الفيتامين المهم للأسف أكثر الأشخاص في الكويت والخليج وحتى في العالم يعانون من نقص من هذا الفيتامين والسبب أن مصادر هذا الفيتامين قليلة وشحيحة من مصادر فيتامين دال دهون الأسماك أو الكبد أو الحليب المدعم بفيتامين دال وبعض مصادره كذلك بعض الألبان مثل الجبنة أو الكريمة من مصادر فيتامين دال الشمس تعرضنا للشمس يحفز الجلد على إنتاج فيتامين دال بشكل تلقائي زين سؤال إذا كانت مصادر فيتامين دال متوفرة ومن أهم مصادرها اللي هي الشمس وإحنا عندنا شمس قوية وما شاء الله شمسنا طول النهار ليش ما عندنا كمية كافية من فيتامين دال؟ الإجابة لأن شمسنا وايد حارة فإحنا ما نطلع ونتعرض للشمس بشكل كافي لذلك أكثر الناس يعانون من نقص في فيتامين دال طيب خلونا نعرف شلون ممكن أعرف أن أنا عندي نقص في فيتامين دال أغلب الفيتامينات نقدر نعرف إذا عندنا نقص أو ما عندنا نقص عن طريق عمل تحليل في المستوصف أو المستشفى زين خلونا نعرف شنو أدوار فيتامين دال الرئيسية والمهمة في جسم الإنسان فيتامين دال مهم لإحداث توازن في المعادن داخل جسم الإنسان وأهم هذه المعادن الكالسيوم والفسفور فيتامين دال مهم لامتصاص الكالسيوم والفسفور داخل جسم الإنسان كذلك فيتامين دال مهم لتقوية المناعة وإحنا شفنا أثناء جائحة كورونا منظمة الصحة العالمية وصت بتناول كميات مناسبة من فيتامين دال وكذلك فيتامين دال مهم لزيادة حساسية الأنسولين والوقاية من مرض السكر النوع الثالث وكذلك الوقاية من مرض السرطان نقص فيتامين دال لدى الإنسان يسبب بعض الأعراض مثل الإرهاق أو التعب الشديد أو قلة القدرة على الاستشفاء أو استشفاء المفاصل يسبب فيتامين دال كذلك تراكم الدهون في محيط الخصر وكذلك يسبب هشاشة للعظام مثل ما تكلمنا قبل شوي قلنا مهم لامتصاص الكالسيوم والفسفور أعزائي المشاهدين مهم أن احنا نتأكد أن أجسامنا تحتوي على كمية مناسبة من فيتامين دال وذلك عن طريق عمل تحليل في المستوصف أو المستشفى بشكل دوري أو حتى سنوي في نهاية هذه الفقرة أتمنى لكم الصحة والسلامة وأتمنى تكونون استفدتوا من هذه المعلومات ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة إن شاء الله